يا مساء الورد، يا مساء السعادة، حياك مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج من السعودية. كالعادة محضرين لكم كثير من الفقرات المنوعة والتفاصيل الجميلة اللي لازم ما تفارقوا فيها شاشتنا اللي تستاهل الحب دائما. ومع هالبرد لازم تجهزون القهوه والشاي والاشياء الدافئه والجميله، ولا لا يا عبد العزيز؟ سعد مساك. يا هلا يا هلا، مساك الله بالخير يا نوها، مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعي قناه السعوديه، حياكم الله في حلقه جديده من السعوديه، العديد ان شاء الله من المواضيع والتفرقه والمختلفه في هذه الحلقه. نبداها بالعربي. طيب ما يحتاج عربي. ليه؟ بالعكس خلينا مفاجآت. هي كلها عنوانين. نبدأ بالتقرير الأول عندك نوع؟ عندنا تقرير الأول، دائما احنا نقول لكم نحب نبدأ الأمور القصصية والمحفزة اللي دائما احنا نفتخر فيها. اليوم عندنا أحمد العقيل، صاحب 20 عام حصل على الرخصة الآسيوية للتدريب بالمملكة بمحافظة حفر الباطن. تفاصيل أكثر لقصة البطل مع زميلنا المراسل خالد الحميداني. أحمد العقيل أصغر سعودي يحصل على الرخصة الآسيوية للتدريب بالمملكة، ما زال محب لهذه المهنة وأن طموحه عنان السماء. طبعا زي ما أنتم شايفين مستمرين بالتدريبات، واللهم لك الحمد على أعلى مستوى، والشباب مو مقصرين، والفترة الأخيرة يعني زي ما الكل يدري أن في عندنا مواهب هنا. طبعا الطموح بالنسبة لي اللهم لك الحمد الطموح عالي، وأنا بأخذ حبة حبة عشان ما أطيح، وأهم شيء عندي خدمة الوطن سواء بالمجال الرياضي أو بأي مجال ثاني. أما بخصوص الداعمين بالمقام الأول أمي وأبوي والعائلة كاملة يعني، وهالي حفر الباطن بشكل عام. وأصبح أحمد من الكفاءات الواعدة في المحافظة لتخصصه في تدريب هذه الفئة السنية وتطوير قدرات اللاعبين الصغار من خلال تدريبهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فيصل فرحان الحربي، لاعب فريق الاكتساح. أشكر المدرب أحمد العقيل على الجهود المبذولة ويعطيه العافية، استفدنا منه الشيء الكثير ويعطيه العافية ما قصر. ويسعى هذا المدرب الشاب في ملاعب حفر الباطن بخروج لاعبين مميزين، حيث استفاد ممن دربهم العبور إلى أندية الدوري المحترفين وتمثيل النوادي الكبيرة بالمملكة. لقناة السعودية خالد الحميداني، حفر الباطن. حكم الله من جديد. أطلق ديوان المظالم مؤخراً منصة خبير إلكترونية للتدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات. للحديث أكثر معنا على الهاتف الأستاذ نجود السيد، مساعد مدير مكتب التطوير بمركز دعم القرار في ديوان المظالم. حياك الله أستاذ نجود. أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين والمتابعين. حياك الله. يعني بداية لو نعطي أستاذ نجود المشاهد فكرة عن منصة خبير التي أطلقها ديوان المظالم. طيب بداية الأمر لابد أن نشير طبعا بجهود ديوان المظالم في الفترة الماضية بتوجيهات من معالي الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف سلمه الله، وحرصه ومتابعته الدقيقة أيضا بكل ما يعود بالنفع المستفيد، فتم إتاحة التدريب التعاوني كجزء من استراتيجية الديوان لتعزيز العلاقات التشاركية واستكمالا للتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية. سيكون التقديم عبر منصة خبير الإلكترونية للتدريب التعاوني بالتسجيل لطلاب وطالبات الجامعات السعودية وأيضا معهد الإدارة العامة في برنامج التطبيق العملي كمتطلب تدريب أثناء المرحلة الجامعية، وذلك في عموم محاكم الديوان وإداراته، حيث سيتاح لعدد من التخصصات الأكاديمية إمكانية القبول في برامج التدريب بديوان المظالم. ماذا تعني هذه المنصة؟ تعني منصة خبير الإلكترونية لدينا بتلقي طلبات التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات وأيضا طلاب معهد الإدارة العامة، حيث يمكنهم التقديم على فرص التدريب في الديوان إلكترونيا، وستتيح للطالب أو الطالبة أو نفترض المتدرب أو بعد المتدرب التخرج ولا أثناء الدراسة في آخر خلال الدراسة. خلال الدراسة في آخر الدراسة هو متطلب للمادة العلمية لديهم هو التدريب العملي. جميل. طيب أستاذة نجود، يعني الفئات المستهدفة اللي بإمكانها تستفيد من المنصة؟ طيب الفئات المستهدفة عندنا طلاب وطالبات الجامعات، أيضا طلاب وطالبات معهد الإدارة العامة. يعني الجامعات ومعهد الإدارة، ليش معهد الإدارة بالتحديد أستاذة؟
لديهم مواد والدراسة عندهم لديهم تناسب التخصصات الموجودة لدينا في الديوان. يعني احنا عندنا أغلب التخصصات مثلا المتاحة لدينا، عندنا تخصص الشريعة، أيضا تخصص الأنظمة، تخصص القانون، تخصص أصول الدين، تخصص دبلوم الدراسات القانونية، أيضا تخصص تقنية المعلومات، تخصص المكتبات، أيضا تخصص الموارد البشرية، وأيضا الإدارة المالية، وتخصص إدارة الأعمال. ممتاز. طيب أستاذ نجود، هذا التدريب منتهي بالتوظيف مثلا، أو حتختارون المتميزين من اللي ينضموا لهذا التدريب في منصة خبير؟ لا، التدريب هذا اللي في منصة خبير الآن هو موجود التدريب منذ الأزل في الديوان. تدريب يعني موجود للمواد الدراسية لدينا، صار عن طريق المنصة مادة يعني. التدريب نعم صار عن طريق المنصة، تم تدشينها طبعا بتاريخ 23/2/1441، صار الموضوع إلكتروني أفضل. فالتدريب هذا لما يكون الطالب الآن في كل المراحل الجامعية لدينا مادة اللي هي التدريب العملي، فيتم الطالب دخوله على هذه المنصة ووضع بياناته الدراسية وأيضا بيانات المشرف، يتم بعد ذلك التواصل بالقبول أو عدم القبول عن طريق رسالة SMS وبريد إلكتروني أيضا، والخطة التدريبية ومثل الوقت والساعة وكل الأشياء تكون محددة بناء على طلب المتدرب. طيب أستاذ نجود، كيف آلية الالتحاق؟ هل في شروط معينة؟ متى تردون عليه بالموافقة؟ خصوصا الطلاب أحيانا يطلب منهم ساعات معينة. نعم ممتاز هذا السؤال. بالنسبة لي آلية الالتحاق، يتم فتح المنصة طبعا بداية كل فصل دراسي، يمكن للطالب أو الطالب الدخول على منصة خبير على موقع الديوان، يتم تسجيل بيانات الطالب وبيانات مشرف المادة، إدخال نوع ومدة التدريب. عندنا التدريب عندنا في نوع ساعات، أيضا أيام، أيضا جلسات قضائية. يعني في بعض التخصصات لدينا زي الشريعة والقانون وأصول الفقه، هذه فيها جلسات قضائية، فممكن الطالب يختار جلسات قضائية يكون التدريب حضوره بجلسات قضائية. أما نفترض لو كان تخصص مثلا إدارة أعمال، إدارة الأعمال لا يحتاج مثلا فيها حضور الجلسات مثلا القضائية، يعني ما تفيد التخصص. فيتم تحديد الساعات، أيضا الأيام، أيضا الجلسات، اختيار التخصص. طبعا لا يختار التخصص، لتظهر له أماكن التدريب المتاحة وفق التخصص. يعني أنا مثلا لو اخترت جدة مثلا تدريبي، أنا كطالب اختار مثلا جدة، منطقة جدة، يطلع لي المحكمة اللي موجودة مثلا في جدة محكمة إدارية أو مثلا محكمة الاستئناف على حسب المتاح لدي. فلازم يختار التخصص وفق التخصص، وتتطلب طبعا عنده أرفاق متطلبات للتسجيل. إيش هي المتطلبات اللي احنا نحتاجها الآن من المتدرب؟ خطاب طلب تدريب من الجامعة، أيضا صورة للهوية الوطنية، والسجل الأكاديمي أو المعدل الدراسي. طيب المتعارف عليه أستاذ نجود بأنه التدريب دائما يكون آخر سنة بالجامعة، صحيح؟ صحيح. طيب لازم يكون في تفريغ كامل من الجامعة أو يعني؟ لا يوجد تفرق كامل من الجامعة، يعني في على حسب التخصص. يعني في بعض التخصصات أساسا لا يتطلب فيها تدريب، عشان كده احنا حددنا في ساعات وفي أيام. ممكن يجيني طالب يحتاج يومين تدريب كمتطلب لمادة دراسية لدي، فما أحتاجه، هي عندي ساعات، ممكن يحدد لي ساعات، مثلا ممكن يحدد لي 6 ساعات مثلا في اليوم. احنا عندنا في اليوم أصلا من الساعة 8 للساعة 2 هذا فترة التدريب. لو بحتاج مثلا أسبوع فحيطلع له في النظام تلقائيا يحسب لي مثلا 30 ساعة للتدريب. ممتاز. طيب نشكرك الأستاذة نجود السيد، متحدثة عن منصة خبير الإلكترونية في ديوان المظالم. نترهم بعيد فاصل نرجع.